أخبار اليوم. طبعا بنشكر السيد القائد العام قائد السلاح السيد الوزير، ونشكر السيد أمين العام محمد فريق الجهاز السيد الوزير إنه النهاردة صدر قرار ماتش الأهلي والزمالك يتلعب فيه ماتش في الفعل. وعايز أقول لاتحاد الكرة خير عليكم، رفضونا وهتلعبوا وزن معاكم برج العرب. أنا بعتقد إن أنت كان الأفضل تسأل زمان سعيد، أعتذر إن الألتراس سفلة وأهم الجيش، الناس قبلوا الاعتذار. إن شاء الله الماتش بإذن الله الأهلي والزمالك في الماتش الأهلي يتم فينا في القاهرة في استاد فجوي، ودي فرصة إن إحنا بنشكر فيها السيد القائد العام، بنشكر فيها السيد أمين العام اللي هو محمد فريق الجهازي، وبنشكر ايضا طبعا الكابتن خالد عبد العزيز. وادي غصب عنك اتحاد الكوره هيتعمل ماتش في القاهره زي ما انا قلت، انتوا عايشين في غيبوبه، انتوا ولا انتوا هنا. وزي ما انا قلت قبل كده البيان العبيط التافه اللي انا رميته في التواليت بتاعك الاول ولا ليه قيمه. شو انت قلت الماتش هيتلعب في برج العرب؟ النهارده بس كان الجيش نفسه خلاص سمح النهارده هيتلعب في فعلا. نشكرهم طبعا. بالنسبه لاحمد توفيق ان شاء الله بكره جاي تدريب باذن الله، نشكرهم برضو على مصافحه من اللاعب الدولي احمد توفيق. ان شاء الله باذن الله هم في علاقات محترمه لرئيس لجنه الانديه مش رئيس الزمالك ومن رئيس الدوله. اعتقد ان الكوره يروح ما قالش حاجه غير الجعجعه. طبعا حسن مكي على راس الجعجعه. والله احمد حسن مكي ما كان يروحش يا فندم، انا ما بفرضش على حد يمشي، مش انا بقول ده يمشي، تاني بقول ابراهيم صلاح يا اخ كوسي اللي قلت انه ايده منبطح، اقول لك تاني عيب، تاني عيب. ما تتكلمش عن المدير الفني بالشكل ده، في مدير فني الزمالك حضرتك مين؟ لا المنبطح انت عارف هو مين، انما لن اسمح باهانه حد في نادي الزمالك. المنبطح عشان ايه؟ عشان نزل خبر كاذب في الاهرام لما الراجل طلع بيان قال لك كاذب، هو انت ايه ده؟ ده شغل بلطجه. بقول له تاني بتعيطوا بتصوتوا بتصرخوا لما برد عليكم، احترم نفسك عشان احترمك واحترم الكيان اللي اسمه نادي الزمالك. هتقل ادبك، انا لساني من هنا لغايه اسوان. ألف عضو زي ما انت شايف، هم الناس كلها اسر محترمه سعداء بالنادي بتاعهم، وكل يوم شغل، كل يوم هتلاقي في حاجه جديده بتعمل في نادي الزمالك. فاحنا مش فاضيين لقله الادب، مش فاضيين للسفاله. وزي ما قلت امبارح 15/2 اخر معاد فيلم بتاع محمد الامين وسناء ورباط، كلام واضح يا محمد فاهم، ولميس في شارع جزيره العرب. لو ما خلصش مفيش صحفي هيخش بوابه النادي ولا قناه هتذيع ماتش للزمالك، كلام واضح. واللي مش عاجبه يشرب برضه من خبرات.